قلت لي بقى انت رايح السويس تعمل ايه؟ واحنا نقول طور تقول احلبوه. رايح اجيب سمك من السويس. في ايه يا اسطى جوهر؟ مالك؟ واللي رايح يجيب سمك من السويس مال ايده بحد يعني؟ يعني رابط كلام مع صيادين ولا رايح يهدي سمك هو ونصيبه؟ ما تقول يا اسطى جوهر الكلمتين اللي انت حايشهم في زورك. قولهم واخلص. يا معلم وانت فاكر لقيتك زي زمان؟ لا، المينا اتغير زي ما السوق اتغير، وكبير هنا هو كبير هناك، المراكب كلها متداينه لشداد، والسمكه اللي بتطلع من الميه مكتوب عليها اسمه، والصيادين ماضيين وصولات بالسلف اللي هم واخدينها، واللي يخالف يتسجن. يعني بالاختصار والمفيد، لو لاحظت تراب من الاتكه مش هتلاقي واحد يديك طول السمك واحده. ربك ليه تدابير يا اسطى؟ انا معايا الفلوس كاش والقرش صياد. ده كان زمان الكلام ده، دلوقتي المينا بمراكبها في عب شداد والجنتل، ودنجل مسيطر هناك بالادب وقله الادب. يطلع مين دنجل ده؟ ما هو زي ما في دقرب في السوق في دنجل في المينا. ده بقى رد سجون ومسجل خطر وخدام سيده، واللي ما يسمعش كلمه للقرش مركبه تتحرق، ولو غطست ما تقبش تاني. يعني مفيش ولا صياد من الصيادين القدام قادر يقف في وشه؟ وهم فين الصيادين القدام يا معلم؟ الصيادين الكبار اللي اتحرقت مركبه، واللي مات منقوط بسبب اللي حصل له، واللي بقى منهم قاعد في بيتهم زي الترمس المر، لا بيشفي ولا بيضر. خلاص بقى يا جدعان بقى سيبونا ننام بقى. تحكي لي حدوته يا معلم. اتفضل. ادي الفتوه اللي جاي يسندل معانا. عندك حق يا اسطى جوهر، كل حاجه اتغيرت. على فكره انا ما رضيتش اقول لك الكلام ده واحنا في مصر. لاحسن تقول ان انا هايب من شداد مثلا ومش عايز اخدك في سكتي. ربك خلاه في الظنون. طيب افرض لقينا الشجاع اللي هيديك سمك، هترجع بيه ازاي ودنجل مسيطر على المينا؟ وخلي بالك مفيش عربيات بتدخل ولا تخرج غير اللي تخص شداد. ما تخافش يا اسطى جوهر، مش هحملك جمال تاني واقول لك انقل السمك مصر. يا معلم انا مش خايف، ان كان عليا انا خدامك، انما انا لو اتغشمت وحملت سمك العربيه هتتحرق بالسمك اللي فيها. ده ياما معلمين كبار قعدوا على الرصيف جنب سمكهم لحد معفن وملوش عربيه تنقله. على الله ان شاء الله. على الله ان شاء الله. قلت ايه يا اخوي؟ احنا نطلع البضاعه من البحر، يطلعها واحد من صبياننا اتمسك في 60 داهيه نفد. يا اهلا وسهلا. ها سكت، يبقى السكوت علامه الرضا. لا يا فوز، انا سكت بس تكبير دماغ مش عشان انت صح. فكرنا ده يا فوز بدراعك تاكل عيش، لكن بدماغك تشتري فرن العيش. أنا طول عمري ماشي بدماغي، أنا راجل ديمقراطي، يعني من حقك تتكلمي وأسمعك، ومن حقي أرمي كلامك في الزبالة. فكك من مسألة البضاعة دي. ولما فكني من البضاعة دي أبقى كسبت إيه؟ تبقى كسبت راحة بالك، وراحة بالك في قرن ده تسوى كتير. عارفة يا فوز المخدرات غالية ليه؟ منك نستفيد؟ عشان خطورتها عالية مش عشان صناعتها غالية. المخدرات من ايد اللي بيصنعها بتراب الفلوس، لكن شوفي بقى كام شحنة بتتمسك علشان شحنة تعدي. احنا بقى بنحمل الخسارة على البضاعة ونحولها لمكسب. قلبك بقى خفيف. فاكر زمان وانت صغير لما سرقت محل الانتيكات اللي كنت بتشتغل فيه وجبته على الارض، وانت عارف انك اول واحد هيشكوا فيه؟ كانش عندي اللي اخسره، كان اي حاجه بتبقى مكسب ليه. لكن دلوقتي عندي اللي اخسره، وافكارنا خساره الفلوس اهون من خساره النفوس. طالما خساره الفلوس ولا خساره النفوس
يبقى المعلم ما يرجعش بسمكة من السويس، وأنا مش هكسر هيبة ابني في السوق يا جنتن، يا إما هقلبها دندرة وأقلب عليها واطيها. فلوس غيرتك بدنة وهيئة وريحة، ساك برضو فوز أختي مراس ناشفة الغلاوية والمجنونة كمان اللي ساعة الجد ما بتحسبهاش ومطرح ما بترسي بتدقلها. لا ده ملكوش دعوة بيه خالص، أنا هتصرف. وماله يا أخوي؟ هل رحومة في السكة هيضم علينا إمتى؟ أبيض علينا أسود على اللي يعدينا. ساكي برضو مش عارفة تعملي دور الهانم، بتفتحي بقك بتطلع فوزية بتاعت البخور. شداد فين؟ تلاقيه في محله، هطلع أشوف العمال بيعملوا إيه. يلا يلا. في شوية مية الواحد يطص وشه كده وينفض ترابه. هانت هانت، كلها كام كيلو ونخش الاستراحة ونبقى نكمل كلامنا هناك. ولسه في كلام تاني، انت ضلمتها خلاص. يلا رجالة اجهزوا، فاضل كام كيلو على الاستراحة، وخلي بالكم لو جليتوا المعلم عطر مش هيجلينا. اعتبره حاصل يا معلم. حاضر. الو، ايوه يا معلم عنتر، تمام، حط في بطنك شاد البطيخ. عارف يا زفت يا دورم، لو فلت منكم واللي خلق الكون ونصر موسى على فرعون لقطع عيشك من السوق تما. فكك من الهرم وكلش من طاق الحنك، شاري رضايا تدفع ثمنه. الشنطه مع المعلم امين. النورة علمي فاهم الناس، انا نزلت بضاعة كرامة لعيالهم اللي ماتت من الجوع، بس عايزك تفهمهم برضو ان الحساب لسه ما خلصش. اشر انت بس يا معلمي، واحنا طوع ايديك، حاكم الحال المايل ما يرضيش حد. كله متشاب والحساب هيجمع. يلا شعليلة تعال. أوامر يا سيدي المعلمين. هو أنت مش بتيجي تعس على طلباتي ليه؟ هو مش أنا كبير السوق يا كبير؟ وهو من إمتى طلبات الكبار بتبقى من عندي شعليلة؟ بس عين الاتنين أؤمر يا معلم. شاي ولا قهوة؟ أنا ماليش لا في الشاي ولا في القهوة. طب أجيب لك شوية قرفة؟ هي مش ناقصة أعرف، اسمعني. أيوة يا معلم. الكلمتين اللي بتلمهم من السوق هشتريهم جملة، فهمتني؟ فهمتني؟